نفسي افهم جايبني بدري ليه؟ الناس تقول عليا ايه؟ دحيح؟ تسليم الخدمة طلع اليوم مش الأسبوع الجاي، وإذا كان ما رجعوش في الوقت 40% يضيعوا علينا. 40%؟ ده أنا يا دوب أنجح بالعافية. روحوا أنتوا الاثنين، قدامنا ساعة بنلحق نخلص فيها. هاتوا لنشوف. الجنسية؟ وإحنا خدنا المحاضرة دي؟ أنا أول مرة أشوف الكلام ده. خلونا نبلش. السؤال الأول، ما هي الجنسية؟ حدا منكم متذكر شو قالنا الدكتور؟ أنا كل ما أبص لك في المحاضرة ألاقيك عمالة تكتب. أكيد هتلاقي الجواب هنا ولا هنا؟ أن تحمل جنسية دولة معينة يعني أنك مواطن عنده حقوق وامتيازات وواجبات غير التي يتمتع بها الأجانب في الدولة. أيوة كده، دحيحة ولا بلاش؟ أنا عمري ما هتريق عليك تاني. يلا يلا، السؤال التاني، كيف يحصل المواطن على جنسيته؟ بسيطة دي، كل بلد على كيفه. أيه مش غلط هو، أما لازم نزيد شوية تفاصيل. قوانين الجنسية في أغلب الدول تدمج بين مفهومين أساسيين. تعرفوا شو؟ رح حط خط تحت الأشياء المهمة. أولاً حق الأرض، ويعني منح الجنسية للفرد بمجرد ولادته داخل أراضيها. ثانياً حق الدم، وهو حق الانتساب لجنسية الوالدين بغض النظر عن مكان الولادة. أي ولا الاثنين، يعني مثل في أمريكا والكندا كان تولد فيهم تاخد الجنسية، وكان زادت تولد لبرا وأهلك وما عندهم الجنسية تخلط لك. يا ابني مش لازم نتبرع بأمثلة طالما ما طلبش. طيب هيك بنكون جاوبنا السؤال الثاني. يلا السؤال الثالث، هل يمكن الحصول على جنسية جديدة من بلد أجنبي؟ الله، أخيرا في سؤال أقدر أجاوبه بقى، ده ملعبي. معظم صحابي دلوقتي يا إما خدوا يا إما بيحاولوا ياخدوا جنسية تانية. بس ثواني كده أحاول بس أصيغ الجواب عشان خاطر لازم نكتبه بالفصحى. هتكتب: العديد من الدول تفتح أبوابها للتجنيس مما يسمح للأجانب بخوض إجراءات قانونية لكسب الجنسية، وهذا ينطبق على اللاجئين والمقيمين لفترة محددة والمتزوجين من مواطنين إلى آخره. إيه، أما فما نقطة صغيرة لازم نزيدها. اكتب اكتب. بعض الدول تمنح الإقامة الدائمة التي تعطي حامليها امتيازات خاصة ما عدا بعض حقوق المواطن. أو بدل كل ده تجيب 100,000 دولار تستثمرهم في بلد زي الدومينيكا، ومبروك عليك الجنسية. بس هيك؟ طب هات خلينا نكمل. ليكو والله أنجزنا منيح يا شباب، بس بقى 3 أسئلة. أي هما معاش وقت، لازمنا ننزربوا. أوكي، السؤال الرابع، هل من الصعب الحصول على جنسية جديدة؟ الإجراءات معقدة وبتاخد وقت طويل شوي. أي فما تفاصيل، استنى 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 لوج عليها. أي بعض الحكومات تجبر الفرد على التخلي عن جنسيته الأصلية لأنها تمنع الجنسية المزدوجة، وقد تفرض شروط صعبة مثل الإقامة في البلد لمدة طويلة، فما شكون يوصل حتى 10 سنين كما في سويسرا والنمسا. أوف كل هاد؟ كتير والله. على فكرة أنا أعرف ناس اتبهدلت بالسنين عشان يعرفوا ياخدوا جنسية تعيشهم كويس. والله كل سؤال بداية أكتر من اللي قبله. يلا يلا قربنا. السؤال الخامس، التجنيس في الدول العربية مسألة مثيرة للجدل، علل مع ذكر أمثلة. يمكن عشان هغير كتير في البلد نوعا ما. خلينا نوضحها. اكتب اكتب يا عايشة. التجنيس يثير مخاوف من تغيير تركيبة السكان وزيد والتأثير على النظام السياسي والثقافة السائدة. ايه صح، بلبنان مثلا في ناس بيعتبروه محاولة لتغيير الميزان الطائفي بالبلد. وزيد على ذلك فما جانب اقتصادي اللي هو مهم على الاخر، ولاحظوا هذا بالخاص في دول الخليج اللي تعطي برشا امتيازات للمواطنين متاعها. اكتب اكتب. تعليم مجاني، تأمين صحي، منح، قروض. على فكرة مش فاضل وقت كتير، الأستاذ هيدخل في أي لحظة. طيب يلا يلا، السؤال السادس، اذكر بعض أبرز القضايا الشائكة المتعلقة بالجنسية. على فكرة بقى الراجل ده عايز يدخلنا في مشاكل. هذا الموضوع بسم البدن، أقل شيء إنه في أمهات ما بيقدروا يعطوا الجنسية لأولادهم. وفما حاجتين زاد أخرين مهمين لازم نذكروه. الحاجة الأولى، يتم سحب الجنسية ساعات لأسباب سياسية. والحاجة الثانية، أنه فما ملايين من البدون اللي ما عندهمش أصلاً لا جنسية ولا ينتميوا لحتى بلد. يلا يلا بسرعة اللي بعده. ما في بعده، خلص خلصنا، تمام هيك؟ تمام، والله إحنا وحوش وعلى الوقت بالضبط. إيه والله ما شاء الله علينا. وعلى ذكر الوقت حبيت نقول لكم ملاحظة بسيطة. في الأصل تسليم متاع الخدمة متاعنا كما كنا نخمو من الأول، صحيح الأسبوع الجاي، أما الطريقة هذه أحسن حل بشلمكم في الوقت وإلى اللقاء. يعطيكم العافية. شو؟